مرحبا بكم معنا مره اخرى. الحوت موجود في حله جيده عاوتاني مزيانه. عندنا الصول، عندنا الميرنا، عندنا الليستون، عندنا الفرخ، عندنا حويتات زوينين. صديقي هو عنده حويتات زوينين، مره يا حوت مليح. احنا الحمد لله، وخا هاد الحالات اللي بانوا كنتمنوا يحيدوا عندنا من اسفي، راه خلاو شويه نقص في البيئه والشراء. هو الحمد لله الحوت موجود، الناس راه كتدخل وكل شيء، وكنتمناو هذا الشيء هذا يكون يحيد لنا المرض من البلاد. والحوت راه موجود، حوت راه مزيان، عندنا ليستون كبير. عندنا مرحبا بكم عاوتاني عندنا، ومرحبا بشوف تي في، هي اللي كتساعدنا. شويه كاين شي وحدين، شي ناس راه ما بقاوش كيجوا، راه من طبيعه الحال راه بنادم كيخاف على راسه. والله يبعد علينا هذا الوباء، هذا الشيء اللي كنتمناو حنا. هذا الوباء ما بقيناش منه يدور عندنا كاع، لا ماشي في اسفي، في المغرب كامل ان شاء الله. وحنا تقريبا راه كنحاولوا نسدوا بكري باش يلاه نساريوا هذه الحالات هذو. كنحاولوا نسالوا مع 6 ونص بحال هكا، كنجمعوا ماشي بحال الايامات الاولى باش ما يكونش واحد الاكتظاظ كثير على الصوم. راه بعدا الحمد لله راه كاين الوقايه، كاين الكمامات، كاين بزاف الحوايج، راه كاين وقايه بعدا، ماشي بحال راه بنادم راه استوعب هذا المرض هذا بانه دخل عندنا الاسفي. وحنا كنتمناو يحيد من عندنا هذا المرض هذا ويرجع للبيئه والشراء كما كان، ويرجع. راه كاين الثمن رخيص، الصور 40 درهم، الروجي 40 درهم، وعندنا التيربو 60 درهم، يعني راه كاين حوت رخيص. الطون 50 درهم، وكاين رويات بحال هذه راه هي 70، هذه هي بحال هذه راه 70 درهم. والمليح كاين حوت مليح بعدا، ولكن ما كنقدوش نجيبو لحقاش المستهلك ما كيجيش، قليل راه كيجو ناس ولكن قلال. اما البراني شويه كيجي عندنا، البراني راه شويه كيجي كيتقدى حويتات. والحمد لله نتمنى هذا المرض يحيد لينا من هذه البلاد ومن المغرب كامل، والله يسهل على الجميع يا ربي.